يعود الفضل لله قبل ازدياد العدد الإجمالي للعائلة، فقد نجت من حافة الانقراض وأدرجت في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها أقل قلقا في الأنواع المهددة بالانقراض. عدسة عمر، أهلا، هذا أنا. يمامة الفاكهة سوداء القفا، وتسمى أيضا بيمامة الفاكهة سوداء الرأس. طائر غابة مزدوج في الشكل الجنسي، فتختلف الذكور عن الإناث بتلوين رؤوس البالغين. تسكن الجميلة في إندونيسيا وماليزيا والفلبين، وتتغذى بشكل أساسي على الفواكه، وعادة ما تضع أنثى أسود القفا بيضة واحدة.